اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أطلع في سماء النبوة السراج اللامعة، وأطلع من أكمام رسالتي ثمرا يانعا وقمرا منيرا، تبارك اسمه وعمت نعمه، وجرى بما كان وما يكون قلمه، أوجد الأنام من العدم، وخصهم بأشرف الرسل وأكرمهم بسيدنا محمد نبي استخرجه الله من لؤي بن غالب، وفضله على أهل المشارق والمغارب، سمعه يسمع صرير القلم، وبصره إلى السبع الطباق ثاقب. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، صلاة ترضيك وترضيه وترضي بها عنا يا رب العالمين. وارض اللهم عن مشايخنا وعلمائنا ووالدينا وأصحاب الفضل علينا، ومن علمنا ومن دربنا ومن دلنا عليك، ثبتنا اللهم على طريقتهم وعلى حجتهم، لا مبدلين ولا مغيرين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الحق سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا باغي الخير أقبل، هذه جملة من حديث شريف من أحاديث سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يبين فيه فضل هذا الشهر العظيم الذي نحن فيه، ألا وهو شهر رمضان المبارك. ونص الحديث كما أخرج ذلك الإمام الترمذي وابن ماجة من طريق سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. صدق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومعلمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان المبارك صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران، وكل يوم ينادي مناد من قبل السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. وفي رواية: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. يعتق الحق سبحانه وتعالى في كل ليلة عددا من الذين استوجبوا النار، والمنادي هذا الذي ينادي كل ليلة ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه في حديث آخر أن هذا المنادي هو ملك من سادتنا الملائكة عليهم السلام، ينادي كل ليلة من شهر رمضان: يا باغي الخير أقبل، أي يمن أراد الخير، ومن أراد الإحسان، ومن أراد الجزاء، ومن أراد العطاء، ومن أراد المغفرة، ومن أراد الرحمة، ومن أراد العتق من النار، فعليه بالخير في شهر الخير. لأن هذا الشهر كما جاء في حديث الآخر أخرجه الإمام الطبراني
من طريق سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر بركة يخشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله سبحانه وتعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فيقول بعد ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: فأروا الله من أنفسكم خيرا، فأروا الله من أنفسكم خيرا، أي تسابقوا في فعل الخيرات، لأنك أيها الإنسان مهما تقدم من الخير فأنت مقصر في جانب الحق سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث: فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. فإن الشقي، كل الشقاوة إذا جاء هذا الشهر رمضان وحرم فيه رحمة الحق سبحانه وتعالى، وحرم فيه مغفرة الحق سبحانه وتعالى، وحرم فيه الجزاء العظيم والعطاء الكبير من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين في حديث سيدنا ابن خزيمة رضي الله عنه وأرضاه، يبين فضل العمل وفضل الخير في هذا الشهر المبارك، فيقول عليه الصلاة والسلام: من أدى فيه خصلة من الخير كمن أدى فريضة فيما سواه. من أدى خصلة واحدة من الخير في شهر رمضان كمن أدى فريضة فيما سوى هذا الشهر المبارك، ومن أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة فيما سواها. أي بمعنى أن الأعمال، أعمال الخير في هذا الشهر المبارك تضاعف، والحسنات تضاعف، إذا كانت الحسنة بعشر أمثالها، وهذا في غير شهر رمضان، أما في شهر رمضان فهي أضعاف مضاعفة، فهي أضعاف مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وما خطر ببالك أيها الإنسان الصائم، أيها الإنسان القائم، ففضل الله غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره. كل ما يخطر ببالك أن الله سبحانه وتعالى سيعطيني كذا، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيني كذا، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطيني كذا، فالله سبحانه وتعالى يعطيك أضعاف المضاعفة، لأن أنت تعبد الله سبحانه وتعالى على قدرك، والله سبحانه وتعالى يعطيك على قدره هو سبحانه وتعالى. ولكن أيها الإنسان انتبه، لا تعبد الله ليعطيك، لا تعبد الله فقط، لا تعبد الله فقط ليعطيك من أجل العطاء، وإنما عبد الله سبحانه وتعالى ليرضى عنك، فإذا رضي عنك أمدك بالعطاء العظيم وأدهشك بعطائه الجزيل وبعطائه الكريم. لا تعبد الله فقط من أجل العطاء، ولكن عبد الله سبحانه وتعالى لأنه يستحق العبادة. وافعل الخير أيها الإنسان لوجه الحق سبحانه وتعالى، ولا تنتظر الثناء من إنسان أو غير ذلك، لا تنتظر من أي أحد، ولكن انتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى، سواء هذا الجزاء في الحياة الدنيا أم في الآخرة. كل ما يعطيك الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا فما ادخره لك يوم القيامة أضعاف وأضعاف وأضعاف ما أعطاك في الحياة، الحياة الدنيا، لأن هذه الحياة هي دار فناء، والآخرة هي دار البقاء. والله سبحانه وتعالى قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وما تقدم أيها الإنسان الصائم من خير في شهر الخير، وتستمع لهذا المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر وأدبر، وتستعمل نفسك في فعل الخير، سواء كان هذا الخير قاصرا على نفسك، بمعنى تؤدي الفرائض من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وغير ذلك، أو كان هذا الخير متعدي، أن تنفس كربة على مسلم، أو تيسر على معسر، أو تمشي في حاجة أخيه، فكل هذا من فعل الخير، كل هذا من فعل الخير. والله سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا مطلق، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولا تستصغر أي خير،
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى الصدق وينظر إلى الإخلاص في هذا الفعل، في فعل الخير. فهذا الفعل أي فعل الخير مأمور به في شهر رمضان وفي غير هذا الشهر، ولكن يتأكد الفعل في هذا الشهر المبارك، لأنه شهر التنافس، والله سبحانه وتعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال سبحانه سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، أي المسابقة والمسارعة، أولئك يسارعون في الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات. هذا هو حال المؤمن دائما، أنه يسارع في فعل الخير، وكل ما تفعل الخير الله سبحانه وتعالى يكرمك، لأن الله سبحانه وتعالى قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إذا قدمت الإحسان وقدمت الخير لنفسك ولأهلك ولجيرانك وللمسلمين جميعا، فالله سبحانه وتعالى يعطيك على ذلك الخير العطاء الكبير والعطاء العظيم والعطاء الجزيل منه سبحانه وتعالى. فأيها الأحباب، علينا أن نستمع إلى هذا النداء العظيم الذي ينادي به هذا الملك من سادتنا الملائكة كل يوم، يا باغي الخير أقبل. وعلينا أيها الأحباب أن نقبل على الله سبحانه وتعالى، علينا أن نقبل على الله سبحانه وتعالى حق الإقبال بفعل الخير وبالمعاونة على الخير. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. ولنا في سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة والمثل الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه في كل ما دعا إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من دعا إلى خير كان كفاعله، من دعا إلى فعل خير كان كفاعله، كمن فعل هذا الخير. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه من طريق بنت سيدنا الخباب رضي الله عنه وأرضاه، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أبي في سرية يتعهدنا يأتينا مرة مرة إلى البيت فيحلب لنا عنزة في البيت، فيحلب لنا عنزة في البيت. هذا هو فعل الخير، هذا وجه من وجوه فعل الخير، أن الإنسان يمد يد المساعدة إلى الآخرين. ونحن في هذا الزمن، في زمن الوباء، نحتاج إلى هذا الفعل كثيرا وكثيرا أيها الأحباب. كثير منا يحتاج إلى المساعدة وإلى مد يد العون، والإنسان كل ما يمد يد العون إلى أخيه الله سبحانه وتعالى يمده بالعون. والله ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام الترمذي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والله في عون العبد، أي يمدك الله سبحانه وتعالى بالعون إذا أنت مددت يدك إلى أخيك ومشيت في قضاء حاجة أخيك وسعيت في فعل الخير وسعيت وسارعت في فعل الخير، وبالخصوص في هذا الشهر المبارك، واستجبت لنداء الحق سبحانه وتعالى الذي ينادي به هذا الملك من سادتنا الملائكة، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أو أدبر. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكلام، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. كان أحد الصالحين إذا دخل هذا الشهر المبارك
شهر رمضان ينفق يمينا وشمالا، فجاءه بعض الناس وقال: يا هذا، هل لا تركت لولدك شيئا؟ فيقول رضي الله عنه وأرضاه هذه المقولة العظيمة، قال: إنما ادخرت مالي لنفسي يوم القيامة. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين أكرمهم الحق سبحانه وتعالى لهذا النداء العظيم، لنداء فعل الخير. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيامة، وأن يجعلنا من عدد العتقاء من النار. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق وكيد الأعداء. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. رب حينا سعدا وأمتنا شهدا، ولا تخالف بنا عن طريقات الهدى، يا من لا مثل له في الذات والصفات، اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما يأتي.